هذا وأنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أنابت سمو الشيخة نجلاء بنت حمد بن إبراهيم الخليفة لحضور حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة سموها العالمية لتمكين المرأة بمقر الأمم المتحدة، وتسليم الفائزين جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الأولى. تم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الإعلان عن الفائزين بجائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، حيث فازت شرطة أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة عن فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسة مهالا سهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عن فئة المؤسسات الخاصة، فيما فازت مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا من جمهورية كينيا بالجائزة عن فئة مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة كالبانا سانكار من جمهورية الهند عن فئة الأفراد. وفي تصريح لسمو الشيخ النجلاء بنت حمد بن إبراهيم الخليفة، أكدت سموها أن الاهتمام الذي حظيت به جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة من قبل المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة إنما يؤكد أن التجربة البحرينية في مجال دعم المرأة وصلت لمراحل متقدمة جدا وأصبحت مثالا يحتذى به من قبل المؤسسات والجهات والمنظمات الراغبة في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات ورفع مساهمتها في التنمية المستدامة. وكانت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورئيسة لجنة التحكيم الدولية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة الدكتورة فومزيلي ملامبونكوكا، أعربت عن سعادتها البالغة إزاء تحقيق الدورة الأولى للجائزة لأهدافها المنشودة والتي مكنت الكثير من المنظمات والمؤسسات حول العالم من التعرف على تجربة مملكة البحرين في مجال دعم المرأة على الصعيد العالمي والاستفادة من هذه التجربة. وخلال الحفل الذي جرى بحضور سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وبعض أعضاء لجنة تحكيم الجائزة وكبار المسؤولين بالأمم المتحدة ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات الخاصة بلجنة وضع المرأة، جرى عرض فيلم يوضح مراحل جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، حيث تقدم لها 1880 مشارك من مختلف دول العالم. أنا كامرأة عربية فخورة إن في جائزة باسم امرأة عربية في ساحة الأمم المتحدة. كلنا كنا سعداء النهاردة، عادة بتبقى الجوائز بأسماء جنسيات مختلفة ولأول مرة تطلق جائزة باسم امرأة عربية، وكمان سمو الشيخة سبيكة، فلها كل التحية والتقدير والاحترام في وضع المرأة العربية في هذا المحفل وبه على هذا المستوى. شكراً البحرين. إنه من دواعي سروري أن أتواجد في فعالية تقديم جائزة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي تأسست أثناء ترأس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، وقد تم منح هذه الجائزة لأربعة فائزين من مختلف دول العالم كالهند والنيبال وكينيا والإمارات العربية المتحدة. أنا سعيد حقيقة في المشاركة في هذه المناسبة البحرينية، ودائما ما أقول عندما تقوم دولة خليجية بمناسبة فهي مناسبة لكل الخليجيين، والبحرين لها السبق في موضوع تمكين المرأة، وأعتقد هذه الجائزة التي تمنحها البحرين كل عام على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة هي تأتي في إطار تمكين المرأة، وهذا دليل على المستوى الذي وصلت له المرأة في البحرين وكذلك في دول الخليج العربي، وأتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمثل هذه المناسبات وللوفد البحرين. هذا اليوم
اللي تم فيه احتفال بالمرأة وافتتاح لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة كان لمملكة البحرين دور كبير اليوم في إعطاء هذه الجائزة وفي تمكين المرأة، ليس فقط المرأة البحرينية وإنما إعطاء رسالة للعالم العربي كله وللعالم إنه المرأة في البحرين لها وضع خاص، لها وضع متميز، تمكينها على أعلى مستوى.